مرحبا، نحن الآن في مدينة بلاكسبورغ بالولايات المتحدة الأمريكية. راح نتحدث عن فوائد الصحية والعلاجية للمأساخن وما هي العلاقة بالمأساخن في عملية التقدم بالسن والأمراض والإصابة بالأمراض، وأيضا لماذا الإنسان يصاب بأمراض ويكون يعني السبب الرئيسي أكثر من الناس في عدد الوفيات. كما نعلم بأن الإنسان مكون من 100 تريليون خلية، فعندما يبدأ مراحل تكوين الجنين بداخل رحم الأم يبدأ هذا التكوين بخلية واحدة، ومن ثم تنمو الخلايا وصولا إلى ما بين 50 إلى 70 مليار خلية لدى طفل عند الولادة. وعندما طبعا في السن المتقدم أو في السن المراهقة، من بداية المراهقة حتى السن المتقدم، يكون الإنسان مكون من 100 تريليون خلية. فكل يوم تنمو بين 50 إلى 70 مليار خلية، و نفس العدد يتساقط، أي ما يعادل 50 إلى 70 مليار خلية. فالخلايا لكونها تعتمد على عناصر أساسية من أجل أن هي تبقى دورة متكاملة في عملية تجدد الخلايا ولتعويض الخلايا الميتة. فلكن الإنسان لما يكون يصاب بالتهاب أو يصاب بمرض، عملية الأكسدة، الأكسدة هي عملية طبعا تمثيل غذائي يؤدي إلى كثير من النفايات السامة ناتجة من المواد الغذائية، مخلفات الأطعمة. هذه المخلفات تؤدي إلى الأكسدة، أي تصمم في الخلايا. وبالتالي وطبعا كذلك العوامل الأخرى كالبيئة و أيضا الأشعة الإلكترونية وأشياء كثيرة. لكن نلاحظ هنا بأن ماذا الذي يحمي الخلية؟ الهيدروجين كما اكتشف هي المادة الأساسية، واحدة من المواد الأساسية طبعا مع مواد أخرى، وهي كلها مكونة من خلال الماء الساخن، أي الماء الهيدروجين والأكسجين والطاقة. فهذه العناصر جميعها من بينها طبعا الأهم أكثر أهمية الهيدروجين. فالهيدروجين ماذا يحصل؟ أن يساعد الخلية في عملية حمايتها، فيمد بعملية تفادي في عملية الأكسدة. أو طبعا داخل الخلية هناك طبعا كل خلية داخل خلية 100 تريليون ذرة، سبحان الله. وبالتالي داخل الذرة في عملية عدد البروتونز والإلكترونز، أي البروتونات والإلكترونات، فتكون منسجمة بعض البعض بزوجي، عدد زوجي. فلما يكون طبعا عملية الأكسدة سبب إصابة بأمراض أو إصابة بالتهاب، فيكون الذرة تتأثر. وبالتالي ماذا يعمل الهيدروجين؟ يساعد على تفادي يعني عملية الأكسدة. لذلك وجدوا بأن الهيدروجين هي المادة الأكثر مقاومة للأكسدة. The hydrogen is the most powerful antioxidant. لذلك هذا طبعا دراسات عملوها علماء وتواصلوا إليها، ومن بينهم ألبرت سانت جورجي مكتشف فيتامين جيم والحائز على فيتامين والحائز على جائزة نوبل. هذا عالم مشهور جدا، والذي توصل بأن الجسم الإنسان يحتوي على يعني أحواض هيدروجينية. فالحمد لله بفضل الله تعالى توصلنا بأن الهيدروجين طبعا لكون أن جسم الإنسان يستنزف من الهيدروجين، الطريقة الوحيدة هي من خلال أن الإنسان يحافظ على البرنامج الصحي والعلاجي بالماء الساخن.
فالماء الساخن هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الهيدروجين في الجسم. لذلك الإنسان كما ارتأينا بأن يستطيع أن يوصل إلى مرحلة العمر متقدم أكثر حتى من 100 سنة وهو يتماتى بصحة وفيرة. والصحة ليس فقط مجرد الصحة الجسدية أي غلو من الأمراض، أي أيضا كذلك الصحة بجميع جوانبها، أي الصحة الجسدية والنفسية والعقلية أو الذهنية والروحية، فجميع جوانب الصحة يتماتع بها الإنسان. وبالتالي الماء الساخن معجزة إلهية ولها وله أسرار مخفية جدا. وهذا كان مختصر فقط فيما يتعلق بالأمراض والإصابة بالأمراض والوفيات، عدد الوفيات. وبالتالي كما ارتأينا طبعا الله سبحانه وتعالى نعم الإنسان لعلمه ويكتشف بحيث أنه يمد عمره. نحن دائما نقول أن هذا إرادة إلهية، لكن الله سبحانه وتعالى نعم الإنسان بأن يكتشف بحيث أنه يستطيع يتمتع بصحة وفيرة ويعيش بحياة بصحة شمولية. وبالتالي الماء الساخن طبعا هناك شرح طويل عن ما يتعلق بالماء الساخن والأمراض. لذلك من أجل المحافظة على صحتك من جميع جوانبها والتفادي من الإصابة بالأمراض هو من خلال الالتزام بالأساليب الصحية والعلاجية للماء الساخن، من بينها طريقة تناول الماء الساخن وفقا للبرنامج المحدد. وطبعا هناك عوامل أساليب أخرى مساعدة للماء الساخن كعلاج مساعد. هذا هو فقط مختصر على أردنا أن نشارك معكم، ونسأل الله تعالى التوفيق لكم ولأعزائكم. نرجو منكم أن تسجلوا الاشتراك في قناتنا اليوتيوب الواضح أمامكم وحتى يوصلكم كل جديد. هذا واحد. ثانية، نفضل إذا كان هناك من الذي يستفيد من هذا العلاج من فوائد الصحية والعلاجية أن يقدم في أينما يريد، سواء عن طريق اليوتيوب أو يقدم لنا، يرسل لنا ببريد إلكتروني أي على واتساب، أنه يرسل لنا شهادة ثبوتية أو تجربته مع العلاج بالماء الساخن حتى نستطيع ننشر ويستفيد بها هذه التجربة الآخرين. هذا واحد. ثانية، إذا أراد أنه يزودنا بشهادة فحص طبي التحاليل الطبية قبل العلاج وبعد العلاج أيضا، شاكرا لمن يقدم لنا، لأن أيضا نسعى في عملية النشر حتى يستفيد به الآخرين. نحن طبعا نحافظ على الأسماء بحيث لا ننشر الأسماء إلا فقط الاسم الأول، إلا إذا سمح لنا الشخص بالذات يعني. بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية والعمر المديد، وتتمتعون بالصحة الوفيرة، فالصحة تاج فوق رؤوس الأصحاب. بارك الله فيكم.